يلا على حا على ميم على دا ايوه هلو على ميم صاحبي لله قل ميم على حا على ميم على دا صلوا عليه وصاحبي والآل ما ننثني عنه لو دم نسال نفديه بالروح والعمر والمال نفديه بالروح والعمر والمال والحب في القلب باقي ولا زال نتوارث الحب أجيال وأجيال والحب في القلب باقي ولا زال نتوارث الحب أجيال وأجيال بقول من هو قطع ميال وميال بقول من هو قطع ميال وميال قل ميم على ألحى على ميم على دال صلوا عليه وصحبه والأهل قل ميم على حا على ميم على دال صلوا عليه وصح قال ما نثني عنا لو دام نسال ما نثني عنا لو دام نسال نفديه بالروح والعمر والمال نفديه بالروح والعمر والمال والحب في القلب باقي ولا زال نتوارث الحب أجيال وأجيال والحب في القلب باقي ولا زال متوارث الحب أجيال وأجيال معلوم من هو قطع أميال وأميال أميال الدار من هو قطع أميال وأميال بالميم على حا على ميم على دال الله صلوا عليه وعلى صاحب والآل قل ميم على على حا على ميم على دال صلوا عليه وعلى صاحبي والأمام ما نثني عنه دم نسال ما نثني عنه ندم نسال نفديه بالروح والعمر والمال نفديه بالروح والعمر والمال نفديه بالروح والعمر والمال والباع على راع على دال هنا البرد أيوه. حرك حرك مدرب يتكلم يلا يعطيكم العافيه عيالي يعطيكم العافيه يلا معلم سعد والله تخلينا ابراهيم يلا